الإسرائيلي العقبة الرئيسية لتحقيق ذلك. فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، أعتقد أن هذا احتمال ضعيف للغاية، خصوصا في الفترة القريبة، لأن حكومة نتنياهو لم تتجاوب مع المبادرة الأمريكية بالشكل المطلوب، وبالتالي لا يوجد حتى الآن أفق لحل سياسي، وإن كان هنالك اتفاق على الأقل مبدئي ما بين واشنطن وباريس حول حل الدولتين، هنالك اتفاق مبدئي ما بين الطرفين حول حل الدولتين، موقع السلطة الوطنية الفلسطينية ودورها في إدارة القطاع، هذا لكن هذا مختلف عليه إسرائيليا، إسرائيل لا توافق على ذلك. وبالتالي هنالك الكثير من الضبابية، وسوف يرتبط الأمر بالنتائج العسكرية.